بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ فيصل بن قاسم، سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر، سعادة سفيرة جمهورية ألمانيا، سعادة الشيخ ثاني بن ثامر والأخ صالح المانع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوان الحضور. يشرف قطر البترول أنها شاركت في دعم كداعم رئيسي لهذا المؤتمر منذ بدايته. أعتقد كان أول مؤتمر في بريطانيا مرتين، وفي فرنسا، وآخر مؤتمر في نيويورك. وطبعاً تربطنا كقطر للبترول مع قطاع الطاقة وقطاع الخدمات في الطاقة فترة طويلة مع الجمهورية الألمانية، وإحنا نطلع طبعاً للتعاون مع الجمهورية الألمانية على كل قطاعات الخدمات وشركات البترول، وعندنا شركة وينترشيل، شركة عاملة في دولة قطر. يشرفنا طبعاً نكون راعي رئيسي، ونتمنى للمؤتمر بمشاركة سعادة الوزير وكثير من الأخوان في قطاع الطاقة كل التوفيق وشكراً.